حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك. اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تقوله ايه لما العمل يرد عليك. تفتح كتابك وتلاقيه مليان معاصي وسيئات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تكوين عبد رباني وإصلاح قلب الإنسان بيعتمد في البداية على معرفة الأسباب التي تؤدي إلى فساد هذا القلب أو مرض هذا القلب، حتى يتبين لنا من خلال معرفة السبب كيف نعالج هذا القلب. أي إنسان مريض لما بيروح للدكتور ويبدأ الدكتور في البداية يسأله: يا ترى انت اكلت حاجه؟ يا ترى في حاجه معينه حصلت؟ يفضل الدكتور بيسال اولا على الاسباب، لان تشخيص المرض بيعتمد اعتماد كلي على معرفه الاسباب. واذا كنا عايزين نتكلم ازاي نصلح قلوبنا وازاي تكون هذه القلوب قلوب فعلا قريبه من الله سبحانه وتعالى، فلابد من البدايه ان نعرف ما هي الاسباب التي تؤدي الى فساد القلب او الى مرض القلب او العياذ بالله الى موت القلب. ويمكن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وضع لينا كل الأسباب، وجاء علماء هذه الأمة ووضحوا لينا أهم الأسباب اللي تؤدي إلى فساد القلب. اللافت للنظر بعد ما قرأت عشرات الكتب المتعلقة بأحوال القلوب، وجدت أن معظم العلماء متفقين على أن أهم وأعظم شيء بيؤدي إلى فساد القلب أو مرض القلب الذنوب. وده المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى وضحه كتير جدا في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أي بسبب الأعمال الفاسدة اللي كانوا بيعملوها أصبح على القلب ران غشاء، فخلاص القلب أصبح مريض. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا هذا المعنى من خلال تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، فقال لنا صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. الإنسان لما بيعمل ذنب تبقى هنا نقطة سودة وهنا نقطة سودة وهنا نقطة سودة، وكل ما بيزيد العبد في الذنب كل من النقط السودة بتزيد، لدرجة أن ممكن في بعض الأوقات السواد ده يغطي القلب تماما. ثم تلا النبي هذه الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويجي أهل التربية وعلماء التربية بدءا من جيل الصحابة ومن جاء بعدهم علشان يأصلوا نفس المبدأ ده، من باب التحذير لينا: خدوا بالكم من الذنوب، لأن هي بتأثر تأثير قوي جدا في القلب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: أربعة يمتن القلب: الذنب على الذنب، وكثرة محادثة النساء، والجلوس مع الموتى. فقيل له: يا أمير المؤمنين، وما الموتى؟ قال: كل عبد مترف، وكل من لا يعلم فهو ميت. وذكر أيضا الإنسان اللي بيجري في صلاته، الذي يصلي صلاة الأحمق. أربع حاجات بتموت القلب. لاحظت الآن أن سيدنا علي بن أبي طالب هذا رجل العالم المربي أكد لنا من البداية أن أول شيء بيميت القلب هي مسألة الذنب على الذنب. ويجي الإمام مكحول رحمه الله ويوضح لنا أن خد بالك أن في علاقة ما بين رقة القلب وما بين ذنب الإنسان. يقول مكحول: أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا. كلما كان الإنسان أقل ذنب كلما كان قلبه أرق. طب لو كان الذنوب كثيرة؟ نسمع الإجابة من الإمام إبراهيم بن أدهم رحمه الله لما كان يقول: إن للذنوب ضعفا في القوة وقسوة في القلب وقسوة في القلب. كلما كان الإنسان أرق ذنوبا قلبه يكون رقيق جدا، وكلما كان الإنسان أكثر ذنوبا كلما كان قلبه مليء بالقسوة. حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك. اوعى الحرام يوصل لها. لازم نفهم كويس جدا ان كتير من الامراض اللي دايما بنشتكي منها، قلة الدمع، عدم رقة القلب، هي جاية دايما من الذنوب. سيدنا الامام يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله بيؤكد على المعنى ده، فبيقول لنا كلمة عجيبة جدا، بيقول: والله ما جفت الدموع الا لقساوة القلوب،
ووالله ما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. معاني واضحة وقواعد علماءنا وضعوها. لازم نفهم كويس جدا إن أكتر شيء بيضرب في القلب هي مسألة الذنب. عون بن عبد الله رحمه الله كان يقول: رأينا صدأ القلوب إنما يكون بسبب كثرة الذنوب. ده أصبح قانون علماء التربية في كل زمان وفي كل مكان مجتمعين عليه. ويجي ابن القيم شيخ علماء القلوب رحمه الله رحمة واسعة، كان بيقول في كتابه الماتع الداء والدواء: وينبغي أن يعلم، لازم نفهم كويس جدا الكلام ده، وينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، ذنوبنا ومعاصينا دايما بتضر، ولا بد أن يكون ضررها في القلب، فضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان. عارفين الإنسان لما في يوم من الأيام ربنا يا رب يعافي مرضى المسلمين، لما إنسان يكون عايز ينتحر فبيشرب سم عشان يموت، فشوفوا إزاي هو فعلا بيفقد حياته. كذلك أيضا ابن القيم بيقول: وكذلك أيضا الذنوب بالنسبة للقلوب هي بالنسبة لها سموم، سموم بتميت هذا القلب. ولازم نفهم كويس جدا إن علاقة الذنب مع القلب علاقة غريبة جدا، وتأثير الذنب على القلب له صور كتيرة جدا. يمكن من أعظم وأخطر العقوبات اللي ممكن القلوب في يوم من الأيام تتأثر بيها بسبب هذا الذنب، أول حاجة أن هذا الذنب يحجب القلب عن الله سبحانه وتعالى، ودي من أعظم العقوبات على الإطلاق. علشان كده الإمام المربي، خدوا بالكم أنا عمال أكتر جدا من كلام علماء التربية، الإمام المربي الحكيم الترمذي رحمه الله في كتابه الماتع نوادر الأصول كان بيقول: أما من عمل بالخطيئة فإنها تحدث على القلب حجاب، حجاب فتحجب القلب عن ربه، فيصير قلبه مسجونا محجوبا عن ملكوت السماء. كلام صعب، كلام صعب، بس هي دي الحقيقة. تلاقي الإنسان العالم العارف بالله سبحانه وتعالى تلاقي قلبه دايما حي، عرف ربنا سبحانه وتعالى. إنما لما يعمل ذنوب كتير عملت بالظبط زي واحد عايز يعد الطريق، فإحنا غطينا عينيه وماشي في الطريق، عربيات عمالة تخبط فيه يمين وشمال وحوادث كتير، نسأل الله السلام. فمن أخطر العقوبات اللي بيعاقب بها القلب بسبب كثرة الذنوب أن يحجب عن الله سبحانه وتعالى. العقوبة الثانية: طول ما الإنسان بيعمل ذنوب كتير ده بيؤدي إلى ضعف القلب، القلب بيبقى ضعيف. كما قال ابن القيم رحمه الله: وإن من عقوبتها أي الذنوب أنها توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، فلا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. الذنب عامل بالضبط بالنسبة للقلب زي إنسان طعن بسكين، فهو عمال ينزف بالدماء، ينزف ينزف، وكلما بيحصل نزيف للدماء كلما يصبح الإنسان قواه بتضعف تضعف تضعف إلى أن يسقط ميتا. الذنوب للقلب كطعنة سكين، الطعنة دي أدت إلى أن الإنسان بدأ ينزف إيمان، ينزف إيمان، ينزف إيمان، حتى إذا فقد الإنسان الإيمان بسبب هذه الطعنة مات القلب والعياذ بالله. بس انت فوق من غفلتك واعمل حساب يوم اخرتك، نور بيدك سكتك وارجع إليه. العقوبة الثالثة من العقوبات اللي بتنزل على القلب بسبب كثرة الذنوب ظلمة القلب. يمكن لما بيحبوا يعذبوا حد أو يخوفوا حد بيحطوه في أوضة ضلمة. زمان زمان كان الأم أو الأب بيقولوا: أنت عارف لو ما سكتش هنحطك في الأوضة الضلمة، وإحنا في المدرسة في ابتدائي لو ما سكتوش هنحطكم في الأوضة الضلمة اللي فيها الفيران. طبيعة الإنسان بيخاف من الضلمة، طبيعة الإنسان بيحصل في قلبه وحشة بسبب الضلمة، وطبيعة الإنسان اللي ماشي في طريق ضلمة هو دايما متحير مش عارف ياخد يمين ولا ياخد شمال. علشان كده علماء التربية كالإمام الغزالي وغيره كان بيقول إن من خطر الذنوب على القلب أنها تظلم القلب ظلمة حقيقية يشعر بها الإنسان كمن يسير في طريق مظلم، فترى دائما
في حيرة في تردد مش قادر ياخد قرار، وده بسبب الظلمة اللي حصلت في القلب. الإنسان لما يكون ماشي في طريق بعربية ومعاه الأنوار بتاعته، الأنوار دي كاشفة له عن الطريق فيقدر ياخد طريق يمين أو الشمال. أما المشكلة إن لو معهوش نور، المشكلة إن مع أول مطب بتحصل كارثة كبيرة جدا، أو مع أول منحنى خطر بتحصل الكارثة. ودي طبيعة الذنوب لما بتنزل في القلب، بتظلم القلب تماما، فالقلب ما بيبقاش شايف. علشان كده سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يقول: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة، بصوا بيعكس، وإن للسيئة سوادا في الوجه، فعلا تبصوا في وشه تعرف إنه عاصي أو أذنب ذنب كبير. وإن للسيئة لظلمة في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق، نسأل الله السلامة. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقول: إن لله تعالى عقوبات فتعاهدوهن من أنفسكم في القلب والأبدان، ظلمة القلب ووهن البدن وضنك المعيشة ووهن العبادة وسخطة في الرزق. ومن أخوف أنواع العقوبات اللي ممكن تنزل على القلب أنها تضعف إرادة القلب في عمل الخير، وتقوي في القلب إرادة المعصية، وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، حتى ينسلخ من القلب إرادة التوبة ولا يبقى في القلب إلا إرادة المعصية. ودي من أخوف العقوبات اللي ممكن في يوم من الأيام الذنوب والمعاصي تعملها في قلب الإنسان. الإنسان منا بالفطرة اللي ربنا فطره عليها حريص أنه يروح يتوب إذا أذنب، وحريص أنه يبعد عن الذنب لأن الذنب وجعه. أما الإنسان اللي مداوم دايما على المعصية، فتلاقي إرادة التوبة بيقل وانطلاقه أو إرادته للمعصية بتزيد، فلا ترى هذا الإنسان إلا مقبل على المعصية مبتعد عن التوبة. وبالتالي نسأل الله السلامة تأتي آخر لحظة في حياته وهو كاره للتوبة مقبل على المعصية. يا رب أرجع لو ساعات للدنيا واندم على اللي فات، اسجد وصلي وعدي ليك بجوارحي واعمل صالحات. ويمكن من العقوبات أيضا اللي بتكون نتيجة مباشرة لفعل الإنسان للذنوب بصفة دائمة ومستمرة، نسأل الله السلامة، إن ينسلخ من قلب الإنسان استقباح المعصية حتى تصبح هذه المعصية له عادة، فما عاد هذا الإنسان يستحي من فعل المعصية بين الناس ولا يؤثر فيه كلام الناس، خلاص المعصية بالنسبة له بقت شيء عادي. هي كانت زمان لما البنطلون بتاعها كان مقطع لأن دي الموضة، كان في تحتيه قطع قماش كده محطوطة مكان القطع عشان ما ينفعش جزء من جسمي يبان. بس مع الاستمرار في فعل الذنب، لا احنا دلوقتي شلنا القطع السوداء وعادي جدا ان البنطلون يبقى مقطع والقطع يبقى كبير وجزء كبير جدا من الجسم يبان. زمان لما اول ما لبست البنطلون كانت خايفة من كلام الناس، انما دلوقتي لو حد من صحباتها قالوا لها ازاي جزء كبير جدا من الفخذ او من الرجل يبان، تقول لهم اصل انتوا مش فاهمين، ده دي الموضة، انتوا بس اللي خليكم عايشين في القرون الوسطى والقرون المظلمة. من مشاكل الذنوب على القلب أنها تضعف سير القلب إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، بل الذنوب دي في كتير من الأوقات بتعوق الإنسان على السير من السير إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يزال هذا الذنب يقطع السائر إلى الله سبحانه وتعالى ويعكس له سيره، بدل ما كان رايح في طريق الله سبحانه وتعالى هو أصبح متباطئ جدا عن هذا الطريق وأصبح متوجه لطريق تاني وهو طريق المعصية، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. من مشكلات الذنوب على القلوب إن مشكلتها أنها إذا تكاثرت أعمت القلب. يعني إيه أعمت القلب؟ إذا تكاثرت الذنوب على القلب بتعمل عليه الطبح، بتعمل عليه الران، بتعمل عليه الأقفال، وبالتالي القلب ده لما غطي أو اتقفل عليه خلاص يجي الخشوع عايز يخش القلب، هو مقفول في جدران من الفولاذ حوالين القلب بسبب الذنوب والمعاصي. يجي إنسان في يوم الأيام عايز يقرأ القرآن بتدبر
في حائل بيحول ما بين القرآن وما بين القلب. لو في يوم من الأيام قاعد علشان يسمع موعظة، الموعظة بتنزل على القلب بتحركه، ده لأ، لأن الذنوب أصبحت كتيرة جدا. وبالتالي عارفين في يوم من الأيام لو إنسان أعمى ماشي في طريق، أعمى البصر ماشي في طريق ومرة واحدة حواليه مخاطر كتير جدا، عارفين ممكن إيه اللي يحصل؟ عارفين في يوم من الأيام نزلنا إنسان البحر وإحنا مكتفينه، عارفين إيه اللي ممكن يحصل؟ هلاك يقيني. ده حال القلب لما بتكتر عليه الذنوب والمعاصي. الإنسان بيبقى عايز ياخد قرار معين، هو مش عارف ياخد القرار لأنه مش شايف، لأنه مش شايف، هو فعلا مش شايف، لأن القلب أصبح عليه غشاوة، فما عادش هذا الإنسان للأسف شايف. من أخطر المشكلات زي ما كان ابن القيم بيأكد على هذا المعنى في كتير جدا من مواطن كتبه، كان بيأكد أن مشكلة الذنب مع القلب أنه بيحمي القلب تماما. قال ومع العمى ده ممكن في بعض الأوقات يحصل هناك خسف للقلب. ولما سألنا ابن القيم رحمه الله ويعني إيه خسف للقلب، قال لنا أن الخسف معناه أن شيء كان عالي جدا نزل تحت خالص، بيت كان مرتفع لما حصل الخسف بقى أسفل سافلين. الخسف في القلب معناه أن بعد القلب ما كان معلق بالله وبالدار الآخرة، بعدما كان يحول حول العرش بمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، بعد ما كان القلب ده حريص على الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، خلاص حصل خسف في هذا القلب. الخسف ده وصله والعياذ بالله إلى إن أصبح هذا القلب لا يحوم إلا حول الشهوات، إلا حول المعاصي، إلا حول الدنيا. بعد ما كان فوق في أعلى عليين نزل تحت أسفل سافلين. ضاع هذا القلب، أو يحصل لهذا القلب زي ما أحب دايما أقول عنده بعد نظر. الإنسان اللي عنده مرض بعد النظر في عينيه، البعيد أو شايفه، القريب منه مش شايفه، ده في كتير من الأوقات بيحصل في القلب. المعصية اللي بعيد عنه شايفها أحسن حاجة بالنسبة له، والطاعة للمفترض تكون قريبة منه شايفها أقبح شيء بالنسبة له، فتراه مقبل على المعصية مبتعد على الطاعة حتى يوفيه الموت وهو على هذه الحال. أخطر أسباب مرض القلب وموت القلب انتهاك الإنسان للمعاصي اللي ربنا حرمها. واللي عايز فعلا ربنا يرزقه القلب السليم يكون من أبعد الناس عن معصية الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أمراض قلوبنا، وأسأله أن يرزقنا القلوب السليمة بفضله وكرمه ومنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك، اوعى الحرام يوصلها يوم الحساب تلويه لما العمل يرد عليه، تفتح كتابك وتلاقيه مليان معاصي وسيئات، تشهد ايديك وتقول عصيت، تشهد عينيك شفت ورأيت، رجلك تقول رحت ومشيت، أنطقنا رب المخلوقات.